مع أحمد. يعني أحمد، يعني كل يوم يتضح مجموعة من التطورات. اليوم هناك أحاديث ربما تتهم الولايات المتحدة بنتيجة لفرض عقوبات على طهران، أدى هذا الأمر إلى خلل في هذا النوع من الطائرات التي كانت تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه، كذلك وسائل إعلام إسرائيلية دخلت على الخط. برأيك كيف يقرأ الشارع السياسي والمواطن العادي هذه التطورات، خصوصا للعلاقة القوية التي تجمع ما بين لبنان وبين إيران؟ هي بالفعل هناك حالة من الترقب، لا يزال الترقب ايضا سيد الموقف، سواء بين صفوف السياسيين في لبنان او صفوف ما يسمى بفصائل المقاومة الإسلامية في لبنان وعلى رأسها حزب الله، وأيضا عدد من الفصائل الفلسطينية المسلحة والمدعومة من إيران والمتواجدة على الأراضي اللبنانية. الجميع ينتظر ماذا ستسفر عنه نتائج التحقيقات، أو ماذا ستقول إيران، ليكون ما تقوله إيران وما تعلنه في هذا الشأن هي البوصلة الرئيسية التي تتحرك بناء عليها تلك الفصائل، سواء في المواقف أو أيضا في التحركات الميدانية. فإيران لم تعلن حتى الآن ما إذا كان هناك حادث مدبر أو إذا كان هناك أيضا السقوط نتيجة خلل فني واضح أو تعمد أو ما إلى ذلك، ولم تتهم أحدا سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو أيا من حلفائها أو أيا من أعداء إيران في المنطقة. فبالتالي الجميع هنا في حالة من الصمت فيما يتعلق بهذا الشأن، ويقتصر الحديث في شأن وفاة الرئيس الإيراني على التعازي الرسمية، حتى حزب الله أصدر بيان للتعازي والسفارة الإيرانية تفتح أبوابها غدا لتقبل التعازي، كما أن هناك كلمة مرتقبة خلال الأيام المقبلة للأمين العام لحزب الله بمناسبة احتفالية كبرى يقيمها الحزب أو وفقا لما يصرف الحزب تكريما لضحايا الطائرة. فكل هذه التطورات ربما تنتظر أن تتبلور في رؤية واضحة أو موقف واحد، ولكن الفصائل هنا أو الشارع السياسي هنا لم يصدر حتى الآن أي موقف واضح تجاه ما حدث في هذه الطائرة، أو إذا كان هناك جهة تقف وراء هذا الحادث.